الفنان التشكيلي الشهير ووالد الفنانة حلا شيحة. دكتور أحمد أهلا بيك. اهلا اهلا، مساء الخير يا استاذ وائل. معلش انا عندي دور بند جامد كده، بس انا تابعت اللي انت قلته عن مساله الحجاب دي، وعايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، اتفضل دكتور أحمد اتفضل. انه مساله التمييز بين الناس هي احد مشاكل مصر بشكل هام جدا. يعني كي نعود إلى الهوية المصرية الحقيقية يجب أن نرفع كل صور التمييز عن المجتمع المصري. ولذلك أنت شفت حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن فاروق حسني لما اتكلم عن الحجاب والدنيا قامت، ولما يعني أي حد بيقلع على حجاب الدنيا بتقوم. دي قصة أصبحت محاولات مستمرة ومستميتة من أجل تقسيم المجتمع المصري إلى أشكال. يعني أنت عايز تهد أي أمة لازم تقسمها، ناس لابسة الحجاب وناس لابسة النقاب وناس لها مذاهب وناس لها مذاهب أخرى وطوائف. وتعمل نوم. والله انت فكرتني بحاجه. انت عارف يعني اسامه بن لادن بدا تطرفه بتقسيم العالم الى فسطاطين، فسطاط الايمان وفسطاط الكفر، بالظبط يكون هنا يكون هنا، مفيش تال. فهنا فسطاط تقسيم العالم ايضا الى فسطاطين، فسطاط الحجاب في مقابل فسطاط يعني الضياع. يعني من لا ترتدي، هم عايزين يوصلوا لحاجه انه من لم التي لا ترتدي الحجاب فهي قبطيه مصريه. عايز اقول ان احنا كلنا اقباط مصريين، منا من دخل في الاسلام ومنا من بقى على دينه. احنا في مصر امه واحده منذ حضارتنا المبكره، ونحن يجب ان نفيق الان الى العنصر الاساسي الذي يفتت هذا المجتمع المصري ويصنفه. ولقد بدا واضحا في موضوع حلقه، وبدا واضحا فيما قلت حضرتك عن اللي قاله فاروق حسني مره عن الحجاب وقامت الدنيا. لا. هذه كلها مؤشرات تجعلنا ندرك ان قوه الامه في وحدتها، وعناصر هدم الامه تقسمها الى طوائف والى اعراق والى، ومصر عمرها ما كانت كده. مصر أمة واحدة لا قبائل فيها ولا عشائر ولا طوائف ولا أعراق. وأنا ما أقصدش قبائل، إن إحنا هذه القبائل الكلام ده كان من 1000 سنة أصبحت عائلات مصرية، لأن يعني مصر حاضنة لأبنائها جميعا. أنا كمان شفتك يا دكتور أحمد، يعني كنت متأثرا جدا بمحاولة اختطاف قضية حالة شيحة، سواء من قبل جماعة الإخوان أو من التيارات السلفية، يعني طبعا طبعا اللي هو وإسلاماه، وكأن يعني هنا ويبتدي البعض يتشنج ويتعصب. شفنا نموذجان، يعني أنا اتكلمت عن خديجة خيرت الشاطر، وأيضا القوى السلفية اللي خدت القضية بعصبية شديدة بهذا الشكل. يعني إنهم جميعا يا أستاذ وائل، وأنا بقول ده بمنتهى الأمانة، وانا راجل سني 74 سنه الان، ربنا يديلك الصحه يا دكتور احمد وطول العمر. ولا اخشى ابدا ان اقول كلمه الحق لوطني الذي احبه، واللي انا عشت طول عمري وربيت اسرتي على حب هذا الوطن. نحن نريد ونهيب بالدوله المصريه وبالرئيس السيسي، ولقد تحدثت اليه في يوم من الايام في لقائنا به في الماسة قبل ترشيحه أو انتخابه بأيام قليلة، وقلت له نفس الكلام، نريد عقيدة لهذه الأمة تؤكد على هوية مصر الأساسية، وأن مصر أرضها أرض مقدسة لا يجوز أن تضم إليها أراضي أخرى فتدنسها. مصر حاجة كبيرة جداً منذ حضارتها المبكرة، ولا نستطيع أن نقسم مصر. هم يريدون أن يقسموها الآن حجاب ونقاب
ومذاهب وخناقات داخلية وخناقات خارجية، نحن جميعا أمة واحدة، وعلى الدولة أن تفرغ المجتمع المصري من كل هؤلاء الناس تمييزيا تمييزيا، فالتمييز الديني زي التمييز العنصري بالضبط، وخاصة في بلدنا. بلدنا هي مثال الأمة، مثال الأمة العظيمة اللي أهدت العالم كله الحضارة، مثال الإبداع والفنون. إحنا ثقافتنا وفنوننا هي صناعة مصر الثقيلة، يجب أن نحافظ على ذلك بكل ما نستطيع، وأن نفرغ المجتمع المصري من كل هؤلاء الناس الذين يدعون الدين، ونمنع كل إشارات التمييز. هذا التمييز الديني خطير، خطير جدا، ويكفر ويكفر. أنا فاكر وأنا من حوالي 20 سنة في اسكندرية، كنت بشوف الأطفال الصغيرين وهم ملبسينهم حجاب 7 8 سنين، وكاتبين على الحيطان حجابي حجابي حجابي. أراد الإخوان المسلمون منذ هذا الزمان إن هم يتكلموا عن موضوع الحجاب ويلبسوا حتى يرى العالم أن المصريين تحولوا إلى جماعة إخوان مسلمين. ولذلك حينما انقض الإخوان على السلطة في بلادي، الغرب كله لما احنا عملنا ثورة 30/6 المباركة قالوا علينا عملنا انقلاب، ولأنهم كانوا فاكرين ان الشارع المصري كله اخواني. وهذا كان سببه هذا الحجاب اللي كانوا بياخدوه مقياس ومؤشر، مقياس ومؤشر والتمييز بين المصريين. وانا ضد التمييز يا استاذ مائل طبعا. دي من قضاياك الأساسية دكتور أحمد. هل لما حلا ارتدت النقاب بالتأكيد أنت يعني حصل نقاش، هي لا قناعتها ولا حريتها التامة في الاختيار؟ يعني أنا ربيت ولادي على الحرية الشخصية. أنا مرة كنت بكلمها قالت أنت علمتنا كل واحد ياخد قراره، قلت لها ايوه بس في حاجه انا لازم اصحك، هذا النقاب ليس من الدين ابدا، ويا بنتي ده نوع من يعني بيخبيك عن المجتمع وقوتك في ان تظهري للناس بوجه سافرا حتى يراك الناس. لانه كان زمان الحاجات اللي حصلت في الجاهليه والعصور القديمه قبل مجيء الاسلام، كانوا بنت اللي كانوا بيستخبوا هم الجماعه النسوان اللي هي يعني سرايا وكلام من ده. انما الستات اللي كانوا اولاد عائلات المحترمه في ذاك الزمان كانوا بيخرجوا سافرين عشان الناس تعرفها، دي فلانه بنت فلان. فاحنا دلوقتي بنرتكب اخطاء جسيمه في مجتمعنا، وانا اتمنى على كل مثقف في هذا البلد وعلى كل انسان بيحب وطنه بلده ان يدرك ان هذه الافه التي تحدث في بلادنا يجب مواجهتها بوضوح، وأن نصادر كل هذه الكتب الفقهية التاريخية التي تسيء إلى الدين الإسلامي، ومن ضمنها الكتب بتاعت الحكيمية وابن تيمية وكل هؤلاء. لابد من نصادر كل من أجل شبابنا، ولا بد من نصادر نمشي بالتليفون شوية يا دكتور أحمد كده عشان واضح الشبكة، نمشي بس بالتليفون. أنا آسف. اتفضل دكتور أحمد سامعني؟ طيب نكلمه تاني كده يا جماعة. دكتور أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، وهو يعني شوفوا يعني
هي دايما هو عنده هذه الآراء المستنيرة جدا، ومع ذلك يعني حينما ارتدت حالة وآراء لا تتعارض مع قيم الإسلام، يعني لما ارتدت النقاب قال لها وناقشها، ولكن في النهاية هو يعني قالت له انت علمتنا انه احنا ناخد القرار، واحترم ذلك. يعني ايضا حينما خلعت حالة شيحة النقاب، هسأل بقى الدكتور احمد لما يرجع لنا كيف تعامل مع هذا الموقف يعني. وانا الحقيقة ليه بقى بأثير هذه القضية، انشغل الرأي العام خلال الايام القليلة الماضية بهذه القضية، تشنجات وعصبية وفيديوهات متبادلة ومحاولات اختطاف من قوى مختلفة. الإخوان نسوا كل شيء، لم تعد تعنيهم لا قضية الشرعية ولا قضية المحاكمات ولا القضايا المختلفة، وبقت القضية وإسلاماء أعيدوا إلينا حالة لازم ترجع. تفكرين كاميليا لازم ترجع، القضية اللي اشتعلت بسببها الفتن الطائفية المختلفة. أرجع تاني للدكتور أحمد شيحة. دكتور أحمد، طيب لما حلا خلعت النقاب أيضا، أنت قلت لي حتى وإحنا بنتكلم إنك فوجئت بذلك يعني. أيوه أنا قلت لها حينما ايوه طبعا انا قلت لها بلبس النقاب والحجاب والكلام ده، قلت لها حينما يمتلئ ايمانك تكتشفي ان ده كله لا علاقه له بالله. انما لما قلعت الحجاب مفاجاه ليا ولوالدتها ولاخواتها، مفاجأة لينا كلنا. وقلت لها أعتقد إنه إيمانك قد اكتمل يا حلا. قالت لي أيوه يا بابا. ولذلك أنا بقول لك حلا لما بتاخد قرار بتاخده بقوة، بتاخده بقناعة شديدة يعني. بقناعة شديدة. ولا يستطيع أن سؤالي الأخير دكتور أحمد، عشان أنا عارف أنا بأثقل عليك، أنت عندك لما شفت الشيخ الذي تشنج بعصبية وبكى على وكأنه يعني وإسلاماه الحقوا، لقد حدثني زوجها وكان غاضبا وباكيا، لما شفت ده هل ضايقك المشاهد دي؟ أنا دهشت، لأنه إن هذا الرجل هو اللي خرج من الدين. هو اللي خرج من اصول الدين والاخلاق الحميده. وفي نفس الوقت دهشت على بكائه. ولماذا لم يبكي هذا الشيخ على 334 قتيل في مسجد الروضه اللي قتلوا بدم بارد؟ شهيد طبعا، كل الشهداء اللي استشهدوا. كل هؤلاء الشهداء الابرار يعني فهم مكشوفين يا استاذ وائل. عايزين يهدوا بلدنا، واحنا مش هنسمح لهم يا استاذ وائل ابدا. كلنا طبعا المجتمع المصري الناس المجتمع المصري مجتمع ذكي، والمصريين جواهم يعني عقيده ثابته لحبهم لبلدهم. طبعا شفت ده وكان واضح قوي في الملمات الكبرى، شفناه بعد حرب اكتوبر، وشفناه في 3/6 في 30/6 طبعا، وشفناه في 26 يوليو في التفويض الخمال. أذكياء وأصحاب حضارة وما حدش يضحك عليهم. بشكرك يا دكتور أحمد، ألف شكر. دكتور أحمد شيحة، الفنان التشكيلي المبدع، والد الفنانة
حلاشيحة وهو مفكر مستنير له آراء المستنيرة دائما. وإحنا بنغلق تاني هذه القضية قبل ما نطلع فاصل.